يشرفني حضور هذا الحفل الختامي للأنشطة والبرامج الدعوية وتكريم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم التي تنظمها سفارة خادم الحرمين الشريفين في جيبوتي. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن امتناني العميق وعن تقديري للجهود المتميزة التي يبذلها سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية جيبوتي الأخ فيصل بن سلطان القباني في تعزيز العلاقات والروابط الأخوية بين بلدينا الشقيقين. أنا سعيد بالمشاركة في هذا الحفل الذي يتوج هذه الأعمال والأنشطة المباركة وتكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم جائزة سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية جيبوتي. ونحن ندعم هذه الفعاليات التي تتم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والتي تسهم في تشجيع أبنائنا وبناتنا على أن يكونوا من حفظة كتاب الله وأيضا تعمل على تحفيزهم للتفوق في المراحل التعليمية المختلفة التي تقدمها المدارس والمعاهد السعودية في جمهورية جيبوتي.